190 دولة اتفقوا في 2005 باش يديروا بهذا النهار نهار يوم العالمي للمراحيض. 193 دولة اتفقوا على هذا اليوم. هذا الشيء في 2013، وفي 2015 تبين قالوا اتفقوا بالله هذا تدخل في حقوق الإنسان، يعني حق من حقوق الإنسان. وحنا في المغرب وكشيتي في الرباط، حنا قبلت البرلمان وفي الرباط عاصمة البلاد، يعني مدينة منورة ولا عاصمة اللي سميتو، ما عندنا شي مراحيض، ما عندناش مراحيض عمومية. وليت تنشوفوا الناس تيقضيو حاجياتهم في الزنقة، وتيقول لك حتى لا هضرت على المراحيض تيقول لك هذا موضوع حساس وموضوع ما حشومة، ما الواحد ما تيخصوش يهضر عليه. اللي انا تيبان لي اللي حساس واللي حشومة هي الواحد تيخصو يقضي حاجته في الزنقة، هذه تيبان لي هذا موضوع حشومة، هو نتاع بصح ماشي نتاع سميتو. كشيتي هذا الموضوع تيمس الصحة ديالنا، يعني حيت ما تيكونوش المراحيض راه تيكون مشكل نتاع الصحة عويص، والأمراض اللي تيخرجوا من ذاك الموضوع راه ما يعني لائحة طويلة. تقول لي غير دابا غير السريسرة راه تتقتل جوج الملايين تاع بنادم في العالم، وعندنا مشكل نتاع التمدرس، وعندنا مشكل نتاع السياحة اللي تيجيو السواح ما تلقاوش شي المراحيض، عندنا المشكل نتاع التلوث، حنا تلوثوا البيئة ديالنا والماء ديالنا، والماء ديالنا أنت تعرف بالله الماء عندنا قليل وتيخصنا نحتفظوا عليه. وهذا الشيء كل شيء يعني نزيدوا على هذه المشاكل اللي قلت لك، حتى الكرامة نتاع الإنسان، واش الواحد تيكون غادي في الزنقة تيخصو ولا بدا يدير داك الشيء، ولا تيخصو يدخل شي مرحد القهوة ولا ريستورا، ومن القهوة شي يخليك تدخل ولا ما يمكنلكش تدخل، وحتى وضعية نتاع بعض المرات تاع داك المراحل في القوائم تيكون شي في المستوى. وزيد على هذا الشيء كله انا تنقول حتى هذا الشيء تيمكن يحل المشكل تاع الشغل، حيت هاد المساله تاع المراحل راه تتقدر يعني يمكن تعطي الشغل اكثر، يعني كثيره، ماشي دابا غير النظافه، الواحد تيقول لك النظافه وداك الشيء، ماشي غير النظافه، لا باش نبنيوهم باش نديروهم، وباش يعني تيخصنا مهندسين، تيخصنا تقنيين، تيخصنا بلومبي، تيخصنا صباغ، يعني هما راه كاينين 200 الف شغله اللي يمكن لها تعطى غير في هذا الموضوع. حنا دابا كجمعيه حنا تنبقاو ندخو، يعني حنا ما تنبنيوش، حنا جمعيه غير تنديروا تحسيس للسلطات العموميه، السلطات راه حنا مشينا شفناهم 100 الف مره، والسلطات يتفاهموا على هذا الموضوع بالحق، مازال ما دازوا شيء لتمكين. حنا ما بقيناش بغينا نهضره، بغينا يعني بغينا لي زاكت كي تيقولوا، وبغينا عاوتاني نحسوا حتى المواطن باش حتى هو عاوتاني يساهم شي شويه، وما يهرش شاي وما يوسخ شاي وما يعني ما يتكرفش شاي، حيت هذا الشيء تيخصو يعرف بلي هذا الشيء راه ديالو، وتيخصو يتهلا فيه، وتيخصو يطلب حقه ويتهلا في حقه. هذا الشيء اللي تطلب الجمعيه نتاع ايوا هي نوضو، ايوا هي معنيه نتاع تيخصنا نوضو، تيخصنا كلنا نتحركوا، كلنا تيخصنا نديروا شي حاجه. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.